مشاهدينا الكرام، ضربة جزاء لصالح الوفاء الرياضي الدرويش ضد اتحاد امزورن في التنفيذ. علي بوزلماط يستعد، علي بوزلماط لتنفيذ ضربة جزاء وهدف. الهدف الأول لصالح الوفاء الرياضي الدرويش ضد اتحاد امزورن بعد معاناة كبيرة في صفوف عناصر الهجوم الوفاء الرياضي الدرويش، وأخيرا يتمكن علي بوزلماط من تسجيل هدف الأول في اللقاء لصالح